جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يشكو شيخ صالح من كثرة القطيعة بين ذوي الأرحام، ويقول إن هناك أناس يجهلون الحكم الشرعي والعاقبة السيئة لمثل هذا الأمر، ويثير قضية، يقول: هل ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن من كان بينه تقاطع وبين ذوي أرحامه فإن عمله لا يرفع في يوم الاثنين والخميس أو كما جاء في الحديث؟ جزاكم الله خيرا. نعم، القطيعة كبيرة من كبائر الذنوب، توعد الله عليها باللعنة، قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وأيضا جاء الوعيد في أن المتشاحنين والمتقاطعين لا يغفر لهما عند رفع الأعمال، ويقال: أنظروا هذين حتى يصطلح. فالخطر في هذا شديد، والواجب على من كان مقاطعا لأرحامه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعيد الصلة، فإن الأرحام لهم حق، كما قال سبحانه وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى الآية، فجعل حق القرابة في المرتبة الثالثة بعد حق الله سبحانه وتعالى وحق الوالدين، مما يؤكد هذا الحق ويعظم من شأنه. المتساهل في هذا الأمر يكون متساهلا بواجب عظيم، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يواصل رحمه. نعم.